بلغ منتخبنا الوطني لكرة اليد المباراة النهائية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك بعد فوزه عن جدارة واستحقاق على منتخب قطر في أرضه وبين جماهيره. سطر جديد في تاريخ كرة اليد البحرينية يكتبه لاعب منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد بعد فوز مستحق على منتخب قطر في أرضه وبين جماهيره بنتيجة 28 مقابل 26، ليتأهلوا بذلك إلى نهائي التصفيات المؤهلة إلى دور الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وكان منتخبنا الوطني الطرف الأفضل فنيا في المباراة وصاحب الأفضلية في النتيجة من البداية وحتى النهاية، حيث قدم منتخبنا الوطني أداء أسطوريا أمام قطر طوال عمر المباراة بقيادة حسن الصياد في الجانب الهجومي، بينما كان نجم الدفاع الأول قاسم الشويخ في الشوط الثاني تحديدا، وذلك بتصدياته المهمة التي أحدثت فرقا في المباراة. وقدم أفراد منتخبنا الوطني واحدة من أجمل وأقوى مبارياته في الفترة الأخيرة التي أدارها طاقم تحكيمي دنماركي أثبت فيها منتخبنا كفاءته وخرج من اللحظات الحاسمة إلى الفوز المستحق إلى فرق 3 أهداف. وبذلك الفوز ضرب منتخبنا الوطني موعدا في النهائي يوم السبت مع منتخب كوريا الجنوبية الذي فاز على المنتخب السعودي الشقيق في المواجهة الأخرى من الدور نصف النهائي.